رح ننتقل للسودان. قبل 6 سنوات تمنى العديد من السودانيين إقامة بطولة نسائية في السودان، والدليل على هذا الشيء هي هاي التغريدة يلي شايفينها قدامي يلي لقيناها أثناء بحثنا عن خبر متعلق بالبطولة النسائية لكرة القدم. التغريدة بتقول، والتغريدة انتشرت بعام 2014 وأيضا في تغريدة ثانية بعام 2013. التغريدة بتقول من أحد رواد مواقع التواصل بالسودان يلي قال تخيلوا في دوري كرة قدم نسائية بالسودان. وخلينا أيضا نشوف التغريدة الثانية يلي انتشرت ب 2013 واللي قال سؤال: لماذا لا توجد كرة قدم نسائية بالسودان؟ ما شاء الله الصحة تمام واللياقة تمام، ولكن السرعة مالي متأكد منها. وكان واضح وصريح بالتغريدات أنه هدول الأشخاص كانوا عم ياخذوا الموضوع بطريقة ساخرة، لأنه بهداك الوقت على أيام عمر البشير كان تحقيق هذا الشيء مستحيل. طيب رح نكمل موضوعنا. فطبعاً بعد هالتغريدات يلي صارت، ولكن بالوقت الحالي وبعد 6 سنوات هذا الشيء تحقق وما عاد صار مستحيل بعد الإطاحة بعمر البشير، وبعد ما أعلن اتحاد كرة القدم السوداني أنه دوري كرة القدم للسيدات أو بطولة لكرة القدم النسائية رح تنطلق بالبلاد غداً ب 30 سبتمبر لمشاركة 18 نادي، وذلك للدور يلي لعبته المرأة السودانية خلال مشاركتها في المظاهرات واللي عاد إلى بالنفع وحصول 4 نساء على حقائب وزارية بحكومة رئيس الوزراء للفترة الانتقالية بينهم أول وزيرة خارجية بتاريخ السودان، وإلى جانب حصول سيدتين على مقعدين في المجلس السيادي الانتقالي يلي بيمثل سيادة البلاد. خبر الإعلان عن إقامة دوري نسائي أو بطولة نسائية في السودان كان بالنسبة للسودانيين نقلة نوعية وتمنيات، هي فعلا كانت ناس عم ينشروها بطريقة ساخرة، ولكن كانوا عم يتمنوا أنه يصير هذا الشيء. ليش لا؟ ليش باقي البلدان والدول العربية عندهم بطولات نسائية أما بالسودان لا؟ هالخبر أثار العديد من ردود الفعل على منصات التواصل. خلينا نقرأ الأبرز منها. ونهال ابن إدريس يلي قال: يا سلام يا سلام، ثقافة ورياضة وسينما ليسعدكم، ومدنية بتشبهنا. أما محمد بلال فتساءل، وكانت من أكثر التعليقات تداولاً، هي كيف رح يكون لباس الفريق النسائي لكرة القدم في البطولة وكرة القدم النسائية. العديد من رواد مواقع التواصل تساءلوا حول كيف رح يكون اللباس، مثل ما نحن بنعرف أنه اللباس والمرأة بالسودان مفروض عليها لباس محتشم، ما فيها تلبس البنطلون، لازم تلبس لباس بليق بالثقافة السودانية. في حين ولكن بعد العديد من التساؤلات اللي انتشرت على منصات التواصل، قالت المسؤولة الحالية بالاتحاد العام للكرة أنه الزي اللي رح يلبسوه هو زي رياضي، ولكن براعي خصوصية الثقافة السودانية. ونحن أيضا كمان ناطرين بكرة البطولة وانطلاق البطولة، وإن شاء الله أكيد رح نكون معكم فولو أب مع هالموضوع ونتابع نتائج البطولة أول بأول.